المغرب يجدد موعده في المعرض الدولي للسياحة ببرلين، ويشهد المعرض مشاركة كبيرة لفاعلين ومستثمرين سياحيين يمثلون مختلف مناطق المملكة. وكان بهجات مراكش، وديما بهجة عندنا ليها واحد الصفة جديدة اللي هي تطوير المنتوج السياحي في الجهة كلها، بين الحوز كذلك سويرة كذلك أسفي شيشاوة الرحمنة، لأن هذه المناطق كتكمل بعضها وكتعطينا واحد المنتوج رائع. ويستغل المسؤولون عن المجال السياحي بالمغرب المناسبة لعقد لقاءات مع منظمي الرحلات السياحية وشركات الطيران الألمانية البارزة.